هاي، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بفيديوهات جديده واستوديو جديد. زي ما انتم شايفين هنا الاستوديو اللي هنعمل فيه كل الديكورات بتاعه البيت وزينه البيت، اي حاجات احنا عايزين نزين بيها البيت بتاعنا هنعملها في الاستوديو بتاعي ده النهارده. اول زينه طبعا هنبتدي ان احنا نعملها هي زينه رمضان. رمضان خلاص على الابواب، كل سنه وانتم طيبين. طبعا زي ما عودتكم كل سنه هنبتدي ان احنا نعمل زينه رمضان. اول حاجه هنعملها النهارده هي طبعا فانوس رمضان، والفيديوهات اللي بعد كده هعمل لكم حاجات جديده ممكن تعمليها في البيت بطريقه سهله جدا، وكل حاجه عندك وفيها تجديدات بسيطه جدا جدا، وهتخلي شكل البيت حلو. كل سنة وانتم طيبين، ويلا نبتدي بأول فيديو لزينة رمضان وهي فانوس رمضان. ولفانوس رمضان كل اللي هنحتاجه أول حاجة وهي الورق المقوى. أنا هنا جبت ورق لونه أسود، وهعمل لكم طبعا أشكال وأحجام مختلفة لفانوس رمضان، وكلها بحاجات بسيطة. هنا أنا قصيت من الورق المقوى تقريبا كده مستطيل او مربع، حجمه بقى ايه الاتي. انا عملته بحجم 30 × 28. هبتدي اول حاجة ان انا اعملها ان انا اقسم الورقة لاربع اجزاء. فبالتالي اول حاجة هعملها ان انا هعمل كده، دي زي ما قلنا 30، يعني هنقسمها لسبعة ونص لكل خانة. يبقى هنا دي كام؟ دي سبعة، سوري، يبقى دي سبعة ونص. وهنيجي برضو نعمل هنا كده سبعة ونص، وهنا سبعة ونص، وطبعا اللي هيبقى فاضل برضو سبعة ونص. وهنعمل الآتي ان انا هعمل بقى خطوط طولية لتحت خالص. بس برضو قبل ما اعمل اي حاجة هتأكد من هنا واعمل علامة علشان ما نلخبطش ويطلع الشكل مظبوط والحجم بتاعه كمان مظبوط. كده عملت العلامة، هعمل ايه؟ هعمل خط طولي اهو كده، نفس الحكاية كده، وهنا برضو بقى عندي اربع خانات. هنا بقى هنبتدي نقسم الورقة. بعد ما قسمناها لاربعة هنقسمها لتلات اجزاء، وزي ما قلت لكم هنا دول دي 28، فهنعملها 28، دي 28 ونص، هنعملها 9 ونص، 9 ونص، علشان يبقى المسافة كلها زي بعضها 9 ونص. وهعمل كده كده، وهعمل خط كده وخط هنا اهو، تمام كده اتقسمت. بقى عندنا تقريبا 2 4 6 8 10 12 خانة كلهم زي بعض. هنا بعد ما قسمناها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، هنبتدي ان احنا نقسم الجزء اللي فوق. فانا عندي هنا دلوقتي هنقيس دي كده تاني برضو معاكو، هنلاقيها برضو سبعة ونص. احنا عايزين نص بالظبط المربع، فسبعة ونص هنعد بالظبط تقريبا اربعة تلاتة ونص، اكتر من تلاتة ونص بشوية، فهنخليها لغاية هنا مثلا، وهعمل خط كده ونفس الحكاية اكتر من تلاتة ونص بشوية، وهعمل خط كده اكتر من تلاتة ونص كده. هنا خلاص عملنا، انا مجرد ان انا هعمل بقى خط هنا اهو، يعني هعمل زي مثلثات في الشكل اللي فوق ده. هبتدي دلوقتي ان انا هعمل ايه، مجرد من هنا للجزء
اللي تحت هعمل كده اهو، هعمل مثلث اهو بالشكل ده اهو. كده كده هبتدي ان انا اول حاجة هعملها ان انا هقص الجزء ده لغاية هنا اهو بس، نفس الحكاية هقص لغاية هنا وبرضو هقص ده لغاية هنا، هيبقى بالشكل ده. هنلف الورقة وهبتدي ان انا اقص الجزء ده برضو كده كده. الخطوة اللي بعد كده ان انا بعد ما قصيت بالشكل ده بقى عندي كلهم عاملين ازاي متقسمين مع بعض. انا عايزة الجزء ده بقى افضي او اقص الاجزاء دي، بس مش هقصها قوي، هسيب فيها جزء كده اهو عشان نعرف نعمل بيه او نقفله اهو. الجزء ده انا حابه ان انا اخليه يعني نقصه شويه بالشكل ده كده، وهنعرف ليه بعد كده اهو. هاجي بقى الخطوه اللي مهمه بقى في كل الفانوس بتاع النهارده، ان انا هاخد المسطرة بتاعتي وهبتدي ان انا اعوج الورق بالشكل ده اهو. انا عايزاه مطبق كله. شايفين هبتدي اجيب الخرامة
واعمل خرم فيه الجزء اللي فوق بالشكل ده في كل واحدة فيهم اهو بالشكل ده. هبتدي دلوقتي اقفل على بعضه في الجزء ده مع بعضه. وهنا هنبتدي ان احنا نقفل الفانوس بالشكل ده. هنا بعد ما قفلنا كل الاجزاء مع بعضها هنبتدي ان احنا الحتت اللي احنا طبقناها في الفانوس هنبتدي ان احنا نلزقهم مع بعض علشان يقفل من فوق. بعد ما خلاص قفلنا كل الفانوس بالشكل ده طبعا احنا هنزينه. جبت كمان ورق ذهبي وهوريكم دلوقتي احنا ممكن نزين الفانوس بتاع رمضان ازاي. اول حاجة هعملها انا كان عندي شريط وحط عليه زي لولي كده اهو، كنت لزقاه عليه لبروجكت تاني او يعني زينة تانية انا كنت عاملاها قبل كده، ده كان اللي فاضل عندي. هبتدي اوريكم دلوقتي احنا ممكن نزين بيها ازاي الفانوس بتاع رمضان. ممكن اول حاجة ان احنا ناخد جزء كده او نحطها كده، او الطريقة التانية اللي انا عايزة اعملها انا هشيل بس الورق الذهبي دلوقتي على جنب وهوريكو ازاي او اللي انا بفكر ان انا اعمله كالاتي. ده عندي هنا هقص الشريط ده من النص بالشكل ده. وهحط اللولي عليه بس برضو هقص اللولي من النص كده اهو. قصينا باللون الذهبي الورق المقوى اشكال كده ونجوم، وهنبتدي ان احنا نزين بقى الفانوس بالاشكال دي. هنجيب اللزق العادي او ممكن الورق الشمع اي نوع لزق طبعا هيشتغل كده.
هحط دي هنا، وهحط شوية نجوم، بس ممكن نشيل اللزق ده. الشمع ده النجمة هنا، ممكن نحط نجمتين صغيرين او نجمة متوسطة على حسب طبعا احنا عايزين نزين ازاي. هحط كمان النجمة هنا بالشكل ده كده، ده اللي هيبقى الشكل. وهنكمل بقى بقية التزيين. هنجيب بقى الخيط، ده خيط فيه ذهبي برضو. هبتدي ان انا الخروم او الفتحات اللي انا عملتها هنجيب كده وهدخلها في الفتحات والفه، او ممكن حاجة تانية لو مش عايزين نستعمل مثلا خيط، في فكرة تانية ممكن الحلقات دي هنجيب مثلا الخيط ده ونلفها حواليه بالشكل ده كده، وبعد ما نلفها حواليه هنجيب ده ونحطها هنا. وده كان الشكل الفانوس الأول، بسيط جدا وسهل. هنبتدي نعمل شكل تاني، هقص نفس الطريقة بالظبط زي الفانوس الاولاني، بس مقاس اصغر، وبرده هنا عملت الاخرام وكل حاجة. هنبتدي ان احنا نرسم رسمة ونجيبها هنا، وهبتدي ان انا افرغ الرسمة دي، فانا هعملها كده وهبتدي ان انا افرغها شوية شوية. عملناهم خلاص. هنبتدي دلوقتي عندنا الورق السوليفان الملون اهو، انا هستعمل اللون الاحمر. مجرد ان انا هاخد واحدة كده وهبتدي ان انا الزقها جواها. وهنا انا غيرت رأيي وقلت ان انا هعمل كل شباك بلون، يعني اصفر احمر اصفر احمر، وهوريكم بعد كده هنقفل الفانوس ازاي، وبرده ممكن نزينه زيادة ازاي. وهنا خلصنا الجزء الاول لفانوس رمضان والشكل الاول لفانوس رمضان. انتظروني في الجزء الثاني باشكال كتير ومختلفه لفانوس رمضان. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه وتسيبوا لايك وكومنت في الكومنت سيكشن، واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.